متابعينا الكرام، متابعي منصة أبو كبير ميديا، أهلا وسهلا بحضراتكم. الحقيقة الوطن العربي كله فوجة فوجة، بيعني حزن شديد للغاية لكل أبناء الوطن العربي برحيل الموسيقار الكبير حلمي بكر. كتبت عنوان كده: عمر طويل ولغز كبير. إيه دخل المعلمة عسلية؟ هي واحدة من الجمهور، ولكن هي واحدة من الأصدقاء. كانت معاه في برنامج واحد يا جماعة، والبرنامج الحكم آخر الحفلة، وكان يذاع على قناة فضائية كبيرة. الحقيقة مخزن أسرار كبير في حياة الراحل حلمي بكر. هقول لكم على مواقف، يمكن موقف من المواقف حصل مش حابب إن أنا اللي أحكيه، ولكن هقوله لحضراتكم. إن المعلمة عسلية كانت هي وعيلتها، بنتها شيماء وابنها محمد والعديد والعديد من المحبين للموسيقار حلمي بكر، راحوا له في مرة عشان يسلموا عليه. بلاش انا احكي. مش مرة يا استاذ هاني. ايه اللي استاذ حصل؟ حلمي مش مرة. ايه اللي حصل؟ يعني مش حلو، انت مفكر ربنا المرة يرحمه. اللي هي رحنا له مرة؟ لا 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 لا، ربنا يعني يرحمه. انا لما قربت من استاذ حلمي ايوه ليته طيب قوي 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 قوي. ايوه هو قيمه وقامه لمصر كلها والعالم كله، مش هيتعوض على فكره. ايوه انت اشتغلت معاه ببرنامج واحد. اشتغلت ده بعد كده بقى معايا وبتاع. هو ما كانش بيقول لي مالك على فكره. ايوه فاستاذ حلمي جبل من الجبال، كان شايل يعني ما حدش يغره يا جماعه المناظر او الشكل اللي قدامه. صدقوني في حاجات الواحد ما ينفعش يتكلم فيها، بس ليها وقتها. اكيد لها وقتها طبعا. ليها وقتها. معلمه، ساعه ما روحتي هناك في يعني الشقه السكنيه الخاصه بيه، وصفي لي كده، انت ومعاكي العيله بقى، وصفي لي بقى التفاصيل. دخلتي لقيتي ايه؟ كان بياكل ايه؟ كان بيشرب ايه؟ كان بيحكي لك يقول لك ايه؟ مقام كان يعني قوله، مقام كان ذكره ايه؟ يعني اللي تقدري تقولي عليه ايه؟ والله في حاجات ما ينفعش اللي انا احكيها، لان احنا بنقعد كده عادي قاعده يعني مبسطه كده، ببقى قاعده قدامه بحب اسمعه. ايوه بس من اكتر حاجات كان بيحب بنته الصغننه دي قوي. فاهمني؟ كانت على طول يا بابي وبتاع، بس كان في حاجات انا ما ينفعش اتكلم فيها اساسا. فاهمني؟ كنا بنقعد، انا بعتبره كان اب ليا، اخ كبير. أيوه. حاجه كبيره. كان يحب ولادي بصراحه. وكان يسال لي دايما على شيماء وفرح. لدرجه شيماء يطلبون بقى اغني بقى اكتشفني وبتاع. هي ما بتعرفش تغني اساسا. فقعدت تغني، قال لها بقول لك ايه شيماء، روحي سكي الحمام عليكي وبراحتك بغني. انما لو فكان هو هقتلك هقتلك. فهو اساسا يعني فكاهي. فكنا بنقعد معاه، يعني مش عارفه اقول لك، انا مش عارفه بصراحه اقول لك الراجل ده، مش عارف اقول لك ايه. يا ريتني ما قرأ، يعني انا حزنانه بصراحه، انا بحبه بصراحه، يعني انا بحبه بصفه شخصيه، انا بحبه. كان في حنيه تكفى بلاد بصراحه. ف هقول يا ريتني ما قربت ناحيته، يا ريتني ما عاشرته، يا ريتني ما اتكلمت معاه، يا ريتني. الدرجه دي يا معلمه؟ للدرجه دي يعني؟ لشيماء لما تيجي هي كانت تعمل له الشاي، يقول انا كل يومين ليا كوبايه شاي. مره خلاها عملت له 3 كوبايات شاي ورا بعض، قال له طعمه جميل. صدقني كنت بتروحوا يعتبر قعده اسريه. ايوه انا بحبه كشخص، وانا بحبه اب. بشوف ابويا فاهمني، يبقى اخويا الكبير. على فكره انا لما عازل من ال... من ال... من الاهرامات، حدائق الاهرامات، انا كنت اجيبه المقطم، وكنت يعني ابني له دور. كلمت انا المقاول عشان مش بكذب، مفيش وضع الكلام ده، اللي احنا نبني له دور يبقى معايا، يبقى جنبينا معايا نخدمه، عشان اخدمه مش هستكبر انا اخدمه على فكره. وانت خدمتيه فعلا؟ خدمته بعيني، اخدمه بعناية. اوصفي لي موقف حصل ما بينكم يعني في الخدمه دي، يعني مره عملتي له اكله عجبته قوي وقال لك الله تسلم ايدك يا معلم. هو بيحبها، بيحب البسله، وبيحب الرز، وبيحب الفاصوليا بيض، بيحب كنت بتروحوا لما بتروحوا يعني بحب كأسرة؟ اللحمه وكده. لما بتروحوا كأسرة بس مش اي حاجه يعني.
لحمه معينه بطريقه سلق معينه؟ لا انا ما بنجيبها يعني، احنا من كده بنجيبها يعني من جزار معين قال لي جميله. طيب انا عايز اسالك عن علاقتك بيه في الاونه اللي فاتت. وبيحب الكوسه المحشيه. مره شيماء عملت له اكله فعجبته قوي فعلق عليه كذا حاجه كذا حاجه. مره واحده كانت ايه مثلا؟ قال لها جميله تسلم ايديك، بقي فرحان وبقي تسلم ايديك وبتاع، كانها بيتنا هنا عادي يعني. بس انت مقربه جدا ليه، صديقه مقربه جدا ليه. انا ايوه انا زعلانه دلوقتي عشان تبقى في دماغك. يعني لما كان هو ما كانش بيقول لي لا يا ملك، ولما كان يبقى تعبان في حاجه ارن عليه ويرن علينا. ومعانا اصدقاء تاني مش لازم برضه ذكر الاسامي بتاعتهم في المرحله اللي احنا فيها ديت. وكان يقول لي انا تعبان. يعني يقول لي انا تعبان ويسكت. مش حكايه سكوت بس كمان يعني، يعني في حاجات من الواحد ما ينفعش يعني واحد قدامك كده، ان هو حاجه كبيره البني ادم مننا ولا ليه لازمه يعني بجنيه يعني من اللي جواه. فاقول لك انا مش عارف. مره كنت في مستشفى وخدت منه حكمه، قال لك ايه؟ دخلت عليه قال لي عسل. انا كنت عايز اقعد معاه بصراحه. كان ساعتها بقى ناس بقى اتصورت معاه ومش عارف ايه وترداده، ما اتصورتش الكلام ده كله معاه. لان انا بحبه كابويا كاخويا الكبير. كابويا. فقال لي بص الدنيا عسليه ومعاه في الرعايه. قال لي بص الدنيا في الرعايه المركزه. دخلت غرفه الرعايه المركزه مش مره كذا مره. قال لي بصي الدنيا ملهاش لازمه، الناس مفكره ان الدنيا لها لازمه، ودي حقيقة عشان انا كنت برضو نفس المرحلة وعيانة برضو. كان دي قال لي بص الدنيا هاي دي الدنيا، اللي يعرفها هاي الدنيا حقيقي. بصيت له قال لي كل واحد في موال، هي دي الدنيا الحقيقية. كنت بحب اقعد قدامه افهم حاجات. كنت بحب اقعد قدامه استمعه لما كان بيكلمني على الفنانين. كان من ايام الزمن الجميل كان هو بيحب يقعد يتكلم معايا، حقيقة انا بحبه قوي. كان بيحكي لي حاجات جميله قوي، كنت قصص كان حد بيرويها قدامك. كنت بحب ان انا ايه اتفنس كده وايه اروح اسالها على طول. وفلان طب انت حضرت استاذه ورده؟ حضرت كذا؟ كلمته على جوازاته. كلمته على حاجات كتيره. قال لي اللي حبيتها سوري رمزي وهي حبيتني. حقيقي. كان بس كان بيقول لك تعبان. ايه؟ كان بيقول لك دايما تعبان. هو اساسا قدامي تعبان. انا كنت اقول له ما ينفعش انت عامله في نفسك ده. عشان بنته صغننه. كان تعبان قوي قوي، حتى كانش رجع لسه قبل ما يرجع. في حاجات كتيره ما يعني هو كان يقول لي، كنت اقول له مثلا عايز اعمل او اعمل واعمل، يقول لي عسليه لا بشهود كمان. يقول لي لا. البنت تقول له يا بابي. كان بيتقطع قدامي. كان بيتقطع قدامي. بيتقطع. هو كان بيخليني اطلع من شغل حقيقي. كان عندي استطاعه اعمل كل حاجه عشان. كان بيقول تعبان على السرير جدا. ما كانش على السرير، كان بيبقى قاعد معانا قبل التعب لما يروح المهندسين. نفسي ولا عضوي؟ يعني تعبان. نفسي. 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 قلت له كده انت بص ممكن تجرى لك حاجه. كده انت بتهدي نفسك بنفسك. ايوه صدقني اقسم بالله العظيم. قلت له انت بتدي نفسك بنفسك، ما ينفعش. وكان معايا احد الاصدقاء برضو مش عارف ساعتها جنه، يا ريتني خدته مش عارف والله. فهو في حنيه تكفى بلاد يعني. فالبني ادم كان قدام الناس، ناس كانت بتقول اللي هو ناس كانت بتقول اللي هو دوت جبروت وبيهاجم الناس والكلام ده كله. ده كان اطيب خلق الله اقسم بالله. انا كاني انا معلمه اهو. ايوه انا هو اطيب خلق الناس. وكان بيعشق الدكتور نور ابنه الروحي. ايوه من كل حاجه بصراحه. متابعينا الكرام زي ما حضراتكم شايفين، يعني خليني اقول لحضراتكم ان الفنان والموسيقار الكبير حلمي بكر هو فنان من الزمن الماضي، ولكنه كان يحسسنا ان الزمن الماضي ممشيش لسه، لا ده قاعد. حزني شديد على المعلمة عسلية حين علمه بالوفاء.
ولكن كان في حاجات كده يمكن معلمة عسلية نظرا للوقت مش هتعرف تقولها، ولكن في لقاء تاني ان شاء الله هيبقى فيه اسرار وخفايا تكشف. حاولت كتير اشوفه او اسمع او اتصل بيه، ما بيكلمني يقول لي عسليه ايوه تعالي لي اعملي لي، ما عرفتش اوصل له، مش عارفه اوصل له، اتمنع تليفوناته حتى مش هو اللي بيرن، مش هو اللي بيرد. لما كان عند اخته، لما كان تعبان وخدته في المقطم في شارع 9 كان بيكلمني وبروح وبتاع. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو لما اتعزل عن الناس، اتعزل عن العالم، اتعزل عن الدنيا ليه؟ لأن بيتعمل اللي أنا ببقى عايز أتكلم في حاجات يقول لا يا عسلية، لا يا عسلية، لا يا عسلية، ما تبقيش، اصبري يا بابا، اصبري يا بابا، اصبري يا بابا. طب ايه كواليس البرنامج اللي كان بيجمعكم بغض النظر عن اللي احنا فيه دلوقتي اللي احنا هنتكلم فيه في وقت تاني، ولكن ايه كواليس البرنامج اللي كان بيجمعك معاه؟ يعني هو كان بيعمل دوره ايه وانت دورك ايه في البرنامج الواحد؟ احنا كنا، انا على فكره معايا صور بتاعته ومعانا والعيال وفرح وكلنا على فكره. ايوه. من داخل يعتبر شقته الخاصه. ايوه قاعدين كده. ايوه. كان معايا على فكره. ومعايا واحنا في الكواليس وفي كل حاجه، هو قيمه وقابه عشان نبقى عارف. كان عامل معايا البرنامج، كنا بقعد اللي احنا نحكم الناس اللي هي بتغني دي. ايوه. وكان يقول لي قولي رايك يا عسليه، كان في حتى قاعد يضحك عليا في لندن، اللي انا ادوس على الحمراء ولا الخضراء الكلام ده، ادوس على واحده تاني يروح بصص يقول لي قولي قولي رايك. والله لدرجه قال لي انا عايزك تقولي رايك برايك انت زي ما يطلع، وانا بيني وبينه واحنا قاعدين قال لي انا عايزك تقولي رايك قلت انا مش، قال لي عايزك تقولي رايك برايك. هو رأيك اللي ك ك كمعلمة وليكي رأي في الموهبة المتقدم. متابعينا الكرام، متابعي منصة أبو كبير ميديا، حزن شديد للغاية بوفاة ورحيل هذا العملاق الملحن الكبير، ولكن متابعينا الكرام خليني أقول لحضراتكم كم معلومة كده. الآن الأستاذ الكبير الفاضل حلمي بكر رحمة الله عليه موجود في مستشفى في سلاجة حفظ الموتى في مستشفى السلام. ابنه الأكبر موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وفوض مع المستشار مرتضى منصور بعدم دفن جثمان أبيه إلا بحضوره. كمان النيابة العامة أصدرت قرار بيعني إيداع جثمان الراحل الكبير حلمي بكر إلى يعني مستشفى السلام لحفظه لحين الانتهاء من التفاصيل الخاصه باسرته. بتكلم مع حضراتكم وكان في خناقه كبيره جدا ما بين ابنائه الاثنين وما بين يعني ابنائه الاثنين وما بين زوجته الحاليه او يعني طليقته، لان ما حدش عارف اذا كانت هو كتب عليها في الاونه الاخيره او لا او رجعوا لبعض، لان هي كانت بتبقى قاعده بشكل مستمر اذا زوجته، ولكن في بعض الناس قالت ان هي طليقته ورجعت له. المهم ان هو في خناقه ما بينهم، وهذه الخناقه انا شايف ان هي لا تليق بموسيقار كبير كرس حياته لهذا الوطن وخدمته طبعا في المجال الفني. كان عنوان كبير وكان حاجه كبيره جدا قدام حضراتكم. المعلمه عسليه كانت صديقه شخصيه له، وكانت تعتبره أب يحتضن الكل. في مرات عديدة تم الاتصال به وهو لم يرد، أو اللي معاه التليفون تعمد عدم الرد عليها. في مرات عديدة ذهبت المعلمة عسلية إلى منزله وبصحبتها ابنتها وابنها محمد، وراحوا هناك. وعايز أقول لكم ظبطوا له الحاجة جدا، يعني اللي عملت الأكل عملت شيماء، عملت الاكل عملت، وفرح قوي بالقعده والبساطه، وفرح قوي بطعم الاكل وريحته، وفرح قوي بمحمد اللي يعني ابوه بيخدم ابوه. خد شنطه الاناسف، يعني خد شنطه القمامه وخدها من ونزلها. ايوه كل عيل بيعمل حاجه. ازاي؟ كل عيل بيعمل حاجه عادي، يروح يلا شيل دوت انت الملم والحاجه ديت اعمله كده يعني عادي، يعني احنا بنحبه ده حب. حتى لما كنت اتكلم معاه واقول له الناس لما كنت اتكلم معاه واقول له الناس يعني الدنيا، قال لي دنيا ايه؟ فين الدنيا؟ برغم هو ليه صله
متواصلة بالعالم كله، بكل العالم من جميع الدنيا، حاجة كيما قام. وكان مرة كنا عادينه برنامج دخله عشان يتكلم بس مهاتفة تليفونية يسألوه كده، وكان بيتكلم في البيت كده. فأستاذ حلمي أنا مش عارف أقول لك إيه، زعلان على فراقه يا معلم. يا ريتني ما عرفته. إيه ده؟ يا ريتني ما عرفته. تصدق إزاي أنت زعلانة عليه؟ وإزاي بتقول لي يعني إيه ما عرفته إزاي؟ عشان أنا يعني أما عشرته لقيته خط أب، خطه أخ كبير. يا جماعة أستاذ حلمي ده موضوع جامد أوي. أما كنت قاعد يقول لي يا ملكة، يقول لي أنت ملكة، أنا في حاجة كده عايزين نكتبها، نعمل كذا كذا كذا، في حاجة بص أحطك فيها إطار كذا كذا كذا. أقعد أسمع له، كنت بقى اللي أنا بقى نخشه بقى أتكلم معاه. يقول لي شوف أنت عايزة إيه، شوف لو عايزة حاجة، لو تجيبوا حاجة شوف تشوفوا حاجة بتاع. أقول له لا أنت شوف أنت اللي عايزه أنا هعمله لك كده. آخر اتصال جمعك معاه كان إيه؟ أو قال لك إيه؟ تفاصيل لو ينفع يقال، لو ينفع، لان انا حاسس ان في سر كبير انت عارفاه. شيم طيب. متابعينا الكرام، متابعي منصه ابو كبير ميديا، شكرا لكم على هذا الاستماع، والى ان القاكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولكن خلينا اقول حاجه قبل ما اقفل اللايف، خلينا اقول حاجه، انه سيظل فراق هذا العظيم العملاق نكبة في تاريخ التلحين المصري. لحن لوردة ولحن لعبد الحليم ومحمد عبد الوهاب ومحمد فوزي، وفراقه يعز علينا ولكن ما يغلاش على رب. ولكن هنعرف التفاصيل كلها في حينها، هنعرف التفاصيل كلها في وقتها، أول ما يستصدر يعني القرار المناسب لدفنه ويدفن.